ضاع الاثر كل شيء انتهى سفركم لا تريد ماتي الورد مني انقطع خبركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي المشاهدين باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار. خير عمر بن سعد نفسه قائلا: أترككم الكري والري ومنيتي أم أصبح مأثوما بقتل حسيني؟ فأختار المشاركة بقتال ريحانة الرسول وأهل بيته وأصحابه. لماذا اختار عمر بن سعد المشاركة بقتل الإمام الحسين عليه السلام؟ خليكم يا أحبتي المشاهدين وهذه الجولة الصباحية. ويجراح هو تدري من غيابه موت راح. مع أحبتي المشاهدين ما زلنا متواصلين معكم بجولتنا الصباحية ونلتقي بأحد المشاركين. سلام عليكم سماح الشيخ وأعظم الله أجورنا وأجور الله لكم الأجر والثواب إن شاء الله بمصاب الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. سماح الشيخ، لماذا اختار عمر بن سعد المشاركة بقتل الإمام الحسين عليه السلام؟ يزيد ابن معاوية لعنة الله تعالى عليه عندما استوى على عرش الحكم تمردت عليه بلاد فارس، واتفق مع عمر بن سعد وعد العدة وأكمل جيشه لغزو بلاد فارس حتى تنصاع إلى حكم يزيد بن معاوية لعنة الله تعالى عليه. ولكن اختلف الأمر بعد ذلك ووجه هذا الجيش وتعداد هذه المعسكر إلى جهة كربلاء للحسين عليه السلام، حيث أن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في خاطره وفي حسب بياناته لم يبايع يزيد، وقال أن مثلي لا يبايع مثله، وبهذا التف هذا الجيش ودارت بوصلة التي كانوا هم متوجهين عليها نحو أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان سابقا بأنه هذا المعسكر إذا فاز المعسكر يعطي ملك الري إلى عمر بن سعد، فلما أراد أن يحارب الحسين تلجلج عمر بن سعد عن المعركة مع أبي عبد الله الحسين، فأراد يزيد أن يسحب وثيقة ملك الري من عمر بن سعد، فعند ذلك قال عمر بن سعد: أترككم الكري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين؟ لأنه يعتقد بأنه قتل الحسين فيه إثم، ويعلم أن الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره في هذا الحال. فقال هذه كلماته: أترككم الكري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ نعم. ولهذا انصاع إلى أمر يزيد بن معاوية ووافق على قتال الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمقابل ملك الري. سماحة الشيخ شكرا جزيلا لحضرتك. الله يسلمكم، الله يحفظكم، حياكم الله، يتقبل إن شاء الله أعمالنا وأعمالكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله ألف خير، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك. لا تريد ما ضع الأثر كل شيء انتهى سفركم لا تريد ماتي الورد مني انقطع خبركم. السلام عليكم، أعظم الله أجورنا وأجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله لنا ولكم العزاء بهذه الأيام المقدسة الحزينة الأليمة على قلوبنا. ممكن نتعرف حضرتك من أي محافظة؟ علي شاكر صبر من ذي قار. سهلا بك، الله يحفظكم. مدينة الخدمة الحسينية. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحفظكم. حدثنا عن أجواء الناصرية بخلال شهر محرم الحرام. الناصرية تعيش الحزن، تعيش الألم، تعيش النكبة. أسأل الله قبول أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر. آمين رب العالمين، آمين رب العالمين. لماذا اختار عمر بن سعد المشاركة بقتل الإمام الحسين عليه السلام؟ عليه اللعنة والعذاب، اختار الدنيا لأنه أعمى البصيرة، كان لا يرى الحقيقة، لذلك سوء عاقبته جعلته يرى أنه كان معهود له بملك الري من الملعون قبح الله يزيد عليه لعان الله جميعا.
فكان يتصور أنه يمنى بحسن العاقبة اللي هي ملك الري، ويتمنى كان ذلك، رغم أنه هناك صلة قرابة بينه وبين ابن بنت رسول الله، يعني مع هذا الكم الهائل من الحب العظيم، ابن بنت رسول الله، صبت رسول الله، هذه الثنايا، هذا الجمال، هذا الحق، هذا كل الموجود، الدلال الحق أمام الإمام الحسين، لكنه كان لا يراها لأنه أعمى القلب، فلا توجد لديه بصيرة، فأصبح يرى فقط ملك الري، لذلك أصبح يرى الدنيا المتدنية هكذا. دمعتي تضارب لا تريد ما ظل أثر وشي بتهف سفاركم، لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.